السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمير الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحقن في الأغنام، والفيديو النهاردة إن شاء الله مقسوم لجزئين. الجزء الأول جزء نظري في أول الفيديو، كله فيديو واحد إن شاء الله. النص الأول نص نظري، بنشرح فيه طرق الحقن واستخداماتها، والنص التاني إن شاء الله في آخر الفيديو الجزء العملي إن شاء الله. الاول لازم تعرف ان في ثلاث انواع، ثلاث طرق اساسيه للحقن في الاغنام، وهي الحقن تحت الجلد، والحقن عضل، وحقن في الوريد. اول حاجه الحقن تحت الجلد. الحقن تحت الجلد بتشمل جميع التحصينات، جميع التحصينات بتتحين تحت الجلد، مفيش تحصين بتحين عضل. الايفوماك، مضادات الطفيليات عموما، مضادات الطفيليات الداخليه والخارجيه زي الايفوماك والفاشوليت، كل دول بيتحقنوا عضل، كل دول بيتحقنوا تحت الجلد، كل دول بيتحقنوا تحت الجلد. الايفوماك ومضادات الطفيليات عموما زي اللي قلنا الايفوماك وقلنا الفاشوليت اللي هو بتاع ديدان الكبديه. الحقن عضل وتشمل اغلب انواع المضادات الحيويه، يعني اكتر من 90% من المضادات الحيويه كلها بتحقن عضل، الا في حالات قليله زي التلموجكت بتحقن تحت الجلد، زي الفلوريكول بتحقن عضل وبتحقن تحت الجلد، وكل طريقه ليها الجرعه بتاعتها. كل دواء بيكون مرفق معاه النشره بتاعته، فلازم تقرا النشره الداخليه بتاعته كويس اذا كان بتحقن عضل او تحت الجلد، لان في ادويه بتحقن عضل بتتحين تحت الجلد، لو حقنتها عضل بتسبب مشاكل، ممكن تسبب عرق، ممكن تسبب شلل كامل. ايه الفرق؟ وطبعا قلنا الطريقه الثالثه وهي الحقن في الوريد. الحقن في الوريد طبعا مش كل المضادات الحيويه بتتحقن في الوريد، انما هي بتشمل اغلب الحقن في الوريد بتبقى المغذيات والمقويات عموما زي الاملاح، الفيتامينات، الكالسيوم، دي بيتحقن وريد. وبعض المضادات الحيوية لازم تقرا النشرة الداخلية بتاعت كل دواء، مش كل المضادات الحيوية بتنفع تتحقن وريد، في أدوية لو اتحقنت وريد ممكن تموت الغنم مباشرة. فدول الثلاث طرق الأساسية. ايه الفرق بين كل واحدة والتانية؟ أول شيء الفرق الأساسي طبعا بغض النظر، يعني من غير إن كل دواء ليه طريقة معينة، يعني في دواء بيتحقن عضل وتحت الجلد وريد. ايه الفرق بين الثلاثه؟ لنفس الدواء، يعني مش قصه ان واحد عاوز نتيجه سريعه اروح احقن في الوريد اي دواء وخلاص، لا، انا بتكلم على نفس الدواء. زي الكالسيوم مثلا بيتحقن وريد وبيتحقن عضل وبيتحقن تحت الجلد. ايه الفرق بين الثلاثه؟ حقنت وريد او حقنت عضل او حقنت تحت الجلد؟ الفرق سرعه الامتصاص وسرعه الاستجابه، دي رقم واحد. يعني اسرع نتيجه هي مباشره بمجرد ما بتحقن الكالسيوم بيتحقن اللي هو في الوريد، يعني مجرد ما تحقنه في الوريد مباشرة بيوصل لأعلى تركيز في الدم بعد الحقن مباشرة. لكن حقنته مباشرة الدورة الدموية شغالة، انتشر في الجسم كله دقايق بالكتير وبيكون وصل لأعلى تركيز في الجسم بالكامل. الطريق الأسرع انتشار الثاني، الدرجة الثانية، وهي الحقن في العضل، بياخد من نص ساعة لساعة، ساعة ونص حسب الانتشارية بتاعت الدواء، يعني أقلها حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ممكن اكترها ساعة ونص في الرينج ده كده تقريبا. اما الحقن تحت الجلد وده ابطأ حاجة في الامتصاص، اقل سرعة امتصاص، واللي هو بياخد اطول فترة ممكنة عشان يوصل اعلى تركيز في الدم، يعني ممكن ياخد ساعتين ثلاثة على حسب الانتشارية بتاعة الدواء اللي انت بتحقنه. ده بالنسبة لتحت الجلد. طب الادوات المستخدمة في الحقن، هل هي واحد في الكل؟ طبعا دي راجعه لخبرتك في الحقن، يعني لو انت عندك خبره في الحقن ممكن تستخدم اي ابره هتضرب بيها عضل او تحت الجلد او في الوريد اي سن. ولكن طبعا في سن اساسي، وفي اللي هو لكل نوع ليها سن معين. مثلا الحقن تحت الجلد والحقن عضل، ده السن بتاع الحقن تحت الجلد. الحقن تحت الجلد زي ما شايف سن، ده سن بيطري، سن بيطري، مفيش مش بشري، سن بيطري تحت الجلد، لاحظ الفتحه واسعه
سن واسع عشان لسهولة تصريف الدواء وسرعة ادخال الدواء، يعني ما بتقعدش تحن بالبطيء، ما تحنش بالبطيء في الغنم، انت عارف الغنم مش هتثبت، وده هتشوفه في الفيديو ان شاء الله. الغنم ما بتثبتش لما تيجي تحن الغنم، في ادوية بتكون مفعولها شديد بتأثر جامد على الغنم وانت بتحقنها، فمجرد ما بتحقن الغنم بتهيج، فلازم سرعة استجابة. ده السن بتاعه بيكون تخين كده، ده السن القصير، سن للحقن تحت الجلد، ونفس وده برضك سن بطري للحقن عضل، للحقن عضل بيكون أطول شوية من السن التاني. ده تحت الجلد وده عضل، وهوريك آخر فيديو إن شاء الله في اخر جزء في الفيديو النهارده هوريك سهولة استخدام ده، بيستخدم تحت الجلد، بيسهل العملية جدا، بيسهل العملية جدا لما تحن بده تحت الجلد، وده طبعا قلنا السن عضل. طيب وفي ممكن تستخدم السن البشري، السن البشري، لاحظ السن البشري، السن البشري سن رفيع، مش كل الدواء ده ممكن مع الخبرة ممكن تحن بيه عضل وتحت الجلد، بس مش لكل الأدوية. لاحظ الفرق في تخانة السن، السن البشري بيدخل كله جوه السن البطري عادي، ده يبين لك التخانه بتاعت السن البيطري قد ايه، اكبر من سن اكبر من تخانه السن البشري. ولكن في ادويه بتمشي في ده عادي، وفي ادويه ما بتمشيش غير في ده، لان في ادويه لزوجتها عاليه فما ينفعش تستخدم ده ابدا، زي مثلا الايفوماك ما تقدرش تحينه بالسن ده، لان السن ده رفيع ولزوجة الايفوماك عالية، هتضغط باجمد ما عندك مش هيطلع غير ينقط تنقيط بس، مش هيضغط، مش هيطلع الدواء بالسرعة المطلوبة، فلازم تستخدم من السن البيطري. ده الفرق ما بين السن البشري والسن البيطري. طبعا انت ممكن تستخدم عادي عندك السن البشري، وممكن تستعمل له اضافة بسيطة، بتقص الجزء اللي هو الغطاء بتاعه، بتقص جزء منه، بتخلي دوبك جزء طالع بارز بمقدار السن اللي هو تحت الجلد، وتحن بيه تحت الجلد عادي. بس طبعا قلنا راجع لزوجة الدواء، لان في ادوية زي ما قلنا مش هتنفع تمشي في السن البشري، ده تقدر تحن بيه. وانا عامل فيديو في الاخر ان شاء الله حائن عضل وتحت الجلد عن طريق السن ده، عن طريق السن ده، وبعديه حائن فيديو، عامل فيديو لحقن تحت الجلد باستخدام السن ده، في كل ده في الجزء الاخير في الفيديو النهارده ان شاء الله. هتلاحظ شوف الفرق بين انك تضرب بالجزء ده بالسن ده وبالسن ده، فرق جامد في الاداء وفي السرعه، ده اسرع بكتير. في نقطه طبعا ما قلناهاش بالنسبه للنهارده ان شاء الله، هنوريكم الحقن تحت هنوريكم الحقن في الجزء الاخير، هنوريكم الجزء العملي حقن عضل وتحت الجلد بس، لان الحقن الوريد ما بتكونش اغلب استخدامات الحقن في الوريد بتكون الحاله مستسلمه نهائي، يعني الحاله نايمه في الارض، اما بتعلق له محلول جلوكوز او محلول ملحي، كل ده راجع للحاله، او بتحط له فيها فيتامينات، بتحط له فيها مضاد حيوي لسرعه الاستجابه، ده طبعا راجع، يعني ما نقدرش انا نحقن لك خروف سليم او غنمه سليمه في الوريد، لان الغنم مش هتهدى، ولو السن اتحرك يمين او شمال وهي في الوريد وطلعت بره الوريد وانت بتضرب الابره، طبعا المنطقه حساسه منطقه الرقبه، لان هو بتضرب هنا الوريد بيبقى في الرقبه، فحاسسها هتخش في القصبة الهوائية، هتخش في أي مكان غلط هتعمل مشاكل، فما ينفعش أنا أضرب إبرة في الوريد لغنم سليمة، لازم الغنم تكون مستسلمة ونايمة في الأرض عشان ما تحصلش أي مشاكل. وأنا حاليا ما عنديش الحالات دي، لكن إن شاء الله بإذن الله لو حصلت حالة إن شاء الله ما تحصلش طبعا بس نفرض حصلت واستدعت حقن في الوريد، هنصورها إن شاء الله مع بعضينا وهننزلها إن شاء الله على القناة. ودلوقتي إن شاء الله نسيبكم مع الجزء العملي اللي هنشوفه دلوقتي بإذن الله، ضرب إعطاء الغنم الإبر عضل وتحت الجلد باستخدام السن البشري وباستخدام السن البطري القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي جه وقت الجزء العملي إن شاء الله، هنوريكم طريقة الحق عضل وتحت الجلد. دي إبرة كالسيوم، الإبرة اللي في دي إبرة كالسيوم، تحين عادي عضل وتحين تحت الجلد مفيش اي مشكلة. والسن اللي انا بستخدمه سن عادي بشري عشان هو ده المتوفر في كل مكان، عشان حتى لو مش متوفر عندك السن القصير او السن التخين، طبعا دي راجعة لزوجة الدواء، تلاحظ معايا الدواء بيطلع بكل سهولة، لزوجته خفيفة،
عشان كده السن البشري شغال، لكن لو لزوجة الدواء تقيل، لو الدواء تقيل مش هينفع معاه السن البشري، مش هيرضى يطلع منه، هيتلاقي فيه ضغط بصعوبة عشان تطلع الدواء. فلازم تستخدم السن البطري اللي هو السن زون عظم او تحت الجلد، لو ممكن تحن بالاتنين زي ما قلنا عادي مفيش اي مشكلة، وانا اوريك اقل سن هنحن بيه ازاي. ده سن البشري عادي هنحن بيه عضل وتحت الجلد، زي ما قلنا الحقن تحت الجلد في الرقبة من ورا، في الرقبة من ورا من هنا، او في الكتف من هنا في الجلدة المرخية دي. فانت ممكن تستخدم الابرة اهي سن عادي، بتستخدم تشد الجلد سنة وبتضرب الابرة موازي للعمود الفقري، متضرباش عمودي على العمود الفقري. السن دخل اهو زي ما انت شايف، السن اهو قرب تعالى باين معاك، ادي السن اهو ما دخلش في اللحم، السن تحت الجلد خلاص، بتضرب عادي تدوس الابرة مفيش اي مشكلة. ده كده اول جزء ضربنا تحت الجلد. طيب وبنفس السن هنضربها عضل، زي ما قلنا في عضل فوق في الرقبة برضك، المعزة دي ما شاء الله رقبتها تخينة فيها لحم، يعني تقدر تضرب عضل في الرقبة مفيش اي مشكلة، هنوريك ازاي دلوقتي. بس في نفس المكان هنضرب، في نفس المكان اهي اهي الرقبة الكتلة العضلية، ابعد في فقرات بتحسها بايدك، انا في اخر الرقبة من تحتش، اخر الرقبة من تحت، اخر الرقبة من تحت هي اكبر كتلة لحمية، بتضرب اهي عمودية بشكل عمود، تضرب بس طبعا في كتلة اللحمية هنا بعيد عن فقرات، اخر الرقبة من تحت، اخر الرقبة من تحت ادخن كتلة عضلية، كل ده لحم، وبتضرب عادي الابرة دي كده، الابرة ضربت عضل دي كده عضل، ولسه في جزء جوا كمان هنوريك في المكان التاني ممكن تضرب. وطبعا ودي اللي بفضل فيه لاي حد ما عندوش خبرة عشان ما يصيبش الرقبة فقرات الرقبة في اي مشكلة. الحقنة الاخيرة مكان ضرب في الفخدة، هنوريك ازاي تضرب في الفخدة، في ابعد عن الحوض وابعد عن المفصل بتاع المفصل الفخدة اللي من تحت، في النص في كتلة اللحمية دي، دي الكتلة اللحمية اللي هتضرب فيها. الكتلة دي خلي بالك عشان هنا في اوتار بتاعة المفصل، ممكن تضرب الابرة غلط تعمل لها شلل في رجليها، هتسبب شلل في الرجل على طول، وممكن حسب قربها من العصب او قربها من صابتها في الاوتار تعمل لك شلل مؤقت او شلل دايم. وناس كتيره طبعا بتتصل عليا وتشتكي بعد ما ضرب الابره في الفخده الحافر بتاعه اتلوى او ما بيقدرش يمشي على رجله، ما بينزلش رجله في الارض خالص. طبعا عشان تتلاشى المشكله دي، مكان الضرب بالظبط معاك اهي الكتله العضليه دي في النص ما بين المفصل وما بين الحوض، اهي عضله الحوض اهي، وهي دي اللي هتضرب فيها كده. بدنا نطمن ان هي جايه في اللحم مفيش اي مشكله بعيد عن الاعصاب والاوتار، وبتضرب الابرة عادي مفيش اي مشكلة. طبعا دعكة الابرة ديت بعد ما تديها بتساعد في تصريف الابرة من مكانها على طول. في الفيديو ده ان شاء الله هنوريك الحقن تحت الجلد باستخدام السن القصير، ويوريك قد ايه بيسهل عليك شغل ياما في الضرب، ما تحتاجش تشد الجلد بايد وتضرب بايد، بكله بايد واحدة، يعني زي ما انت شايف ده السن القصير سن تحت الجلد، ودي برضك ابرة كالسيوم هنحنها تحت جلد المعزة دي، زي ما انت شايف مش محتاج انك ترفع الجلد، مجرد السن صغير خالص بتجيب اخر، مجرد ما دخلته هو السن كده يعتبر داخل تحت الجلد، ما بيدخلش في العضل، السن قصير خالص يا دوبك دخلت الجلد وشوية. دي سهولة الضرب بالسن القصير. طبعا ده في الضرب بكميات كبيرة اعداد كبيرة، يعني لازم تستخدم السن ده تحت الجلد بيسهل معاك الشغل ياما، ما بتحتاجش تشد الجلد عشان تشد جلد عشان تبعده عن اللحم، ده ما بتحتاجش معاه خالص، بتضرب مباشرة زي ما شفنا دلوقتي.